الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب حشية الشيخ إبراهيم البيبوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع، فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، نفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم وقراء مصنفاتهم في الدارين، آمين. فصل متعلق بالطلاق، وكنا تكلمنا على أحكام الطلاق، وعلمنا أن الطلاق ينقسم من حيث صيغته إلى صريح وكناية، ومن حيث زمن وقوعه إلى طلاق سني وطلاق بدعي، ومن حيث نفوذه إلى ناجز ومعلق. ثم بعد ذلك نتكلم اليوم على فصل في حكم طلاق الحر والعبد وغير ذلك. فيقول: ويملك الزوج الحر على زوجته ولو كانت أمة ثلاث تطليقات، ويملك العبد عليها تطليقتين فقط، حرة كانت الزوجة أو أمة، والمبعض والمكاتب والمدبر كالعبد القن. يبقى الإنسان المسلم الحر يملك على زوجته أقصى حاجة ثلاث طلقات. كان الطلاق في الجاهلية بغير عدد، والتزوج بالنساء في الجاهلية بغير عدد. جاء الإسلام فحدد عدد الزوجات لا يزيد عن أربعة، وحدد الطلقات لا تزيد عن ثلاثة، فإن ثلث فلا يستطيع أن يردها إلا أن ينكحها زوجا غيره. ده إذا كان حر، الزوج حر، سواء كانت الزوجة أما أو حر. أما العبد ولو فيه أي شميمة رق، زي المبعض والمكاتب وزي المدبر، كل دول أنواع من العبيد. لو تزوج امرأة حرة كانت أو أمة لا يملك إلا تطليقتين فقط. يبقى العدة متعلقة بالنساء والطلاق متعلق بالرجال، كويس؟ فعدة الأمة بعد الطلاق تحل بعد حيضة واحدة، أما الحرة فثلاث أطهار أو ثلاث حيضات على خلاف في القرب. يبقى الحرة تحل بإيه؟ بثلاثة، والأمة تحل باثنين عشان ما نخليش واحدة ونص، فنجبر النص نخليه إيه؟ اثنين، نخليه واحد صحيح، يبقى واحد صحيح مع الواحد الأولاني يبقى اثنين. لكن الأمة المشترى أو المسبية تحل للفراش بملك اليمين بعد حيضة واحدة، واضح؟ لكن لو كانت زوجة وطلقت فلا تحل لرجل آخر إلا بعد حيضتين أو طهرين، على خلاف في القرء بين الشافعية ومن وافقهم وبين الأحناف. فالأحناف عندهم القرء هو الحيض، والشافعية عندهم القرء هو الطهر. هو أصلا الحيضة تدل على براءة الرحم، تكفي، لكن لشدة علقة الزواج، علقة الزواج، الزواج له علقة أقوى من ملك اليمين، يعني حاجة محترمة أكثر من ملك اليمين، فلشدة احترامه لأنه عقد غليظ فضاعف الله فيه
العدة يعني، لأن عند العدة الهدف منها حق الله وبراءة الرحم، فحق الله في الطلاق أقوى من حق الله في إيه؟ في الأمل اللي هي ملك يمين، لأن الزواج عقد على عين الله، فله نوع احترام وقدسية، بخلاف ملك اليمين شيء ممتهن. واضح؟ فلا تستوي المرأة المطلقة وهي خارجة من عقد زواج محترم من ملك يمين، أما بتباع وتشترك الحيوان. واضح؟ فما يتسووش يعني. الحر يملك طلقة ويرجع، وطلقة ويرجع، الثالثة لا يستطيع أن يراجع زوجته. خلاص، لكن العبد لا يملك إلا طلقتين. بس. طلق مرة ويرد، طلق الثانية ما يعرفش يردها. بانت منه حتى تنكح زوجا غيره. ثم يطلقها فيردها. واضح؟ ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به، أي وصل الزوج المستثنى بالمستثنى منه اتصالا عرفيا، بأن يعد في العرف كلاما واحدا، ويشترط أيضا أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين، ولا يكفي التلفظ به من غير نية الاستثناء، ويشترط أيضا عدم استغراق المستثنى منه، فإن استغرقه كانت طالق ثلاثا إلا كأنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، بطل الاستثناء وتطلق ثلاثا. يعني لما يقول لها أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين وقع واحد، أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وقع اثنتين، لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقع ثلاثا، لأن يبقى الثاني لغو. فهمت؟ ده اسمه الاستثناء في الطلاق، بس بشرط أن يبقى الاستثناء ملفوظ به ومسموع له بشروط، وأن يقصده، وأن يكون متصل بإيه؟ بالطلاق. ليه شروط خمسة هنقول لهم بعد كده في الشرح. يقع ثلاثا بس. يقع ثلاثا مرة واحدة. لا لا، إن هي نوع من اللغو. ليه بتلغو في أمر جد؟ مش من باب التأديب، أخذه بلفظه. لما قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا كأنه بيتلاعب، فنوقعه باللفظ الأولاني لأن الثاني يكر على الأول بالبطلان، وإعمال الكلام أولى من إبطاله، القاعدة الأصولية المعروفة. يعني درسوا في أصول الفقه يقول لك إعمال الكلام أولى من إبطاله. فهو بيتكلم مش بيخرف، طالما بيتكلم لازم كلامه يكون ليه أثر، وإلا ليه اتكلم؟ فلما قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، لو أعملت المستثنى أبطلت كلامه، وإعمال الكلام أولى من إبطاله. واضح؟ يبقى أعمله في الجزء الأول وألغي الاستثناء وأعتبره لغو. لكن لما أقول أنت طالق ثلاثا إلا اثنين ممكن أعمل كلامه، لأنه الاستثناء مش هيلغي المستثنى منه، فأروح إيه واخد اثنين من الثلاثة يتبقى واحد، يبقى طلقة واحدة. فهمت بقى المسألة؟ على قاعدة إعمال الكلام أولى من إبطاله. فهمت القاعدة؟ ويصح تعليقه أي الطلاق بالصفة والشرط، كإن دخلت الدار فأنت طالق فتطلق إذا دخلت، والطلاق لا يقع إلا على زوجة، وحينئذ لا يقع الطلاق قبل النكاح. يعني واحد يقول لواحدة ما اتجوزهاش خالص ولا حتى خطابها، على فكرة أنا لو تزوجتك فأنت طالق، وبعدين مرت الأيام خطبها واتجوزها تطلق؟ لأنه ده كان كلام لغو، لأنه وقع في غير محل، هي ما كانتش زوجة أصلا. فهمت؟ ويقول لك والطلاق لا يقع إلا على زوجة، وحينئذ لا يقع الطلاق قبل النكاح، يعني قبل العقد يعني. فلا يصح طلاق الأجنبية تمييزا كقولي لها طلقتك، ولا تعليقا كقولي لها إن تزوجتك فأنت طالق، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق. وأربع لا يقع طلاقهم الصبي والمجنون،
والنائم، الصبي والمجنون، ومع المجنون وفي معنى المغمى عليه، والنائم والمكره، دول لو طلقوا لا يقع الطلاق، أي بغير حق، فإن كان بحق وقع. صورته اللي بحق إيه؟ كما قال: جمع إكراه القاضي للمولي بعد مدة الإلاء على الطلاق يقع. واحد حلف ألا يقرب زوجته، اسمه إلاء، الذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، حلف ألا يقرب زوجته، فمرت أربعة أشهر فرفعت قضية عند القاضي، أقصى مدة الإلاء أربع شهور، يا إما يرجع يشرع معاشرة الأزواج تاني، يا إما يطلق. مش ربنا بيقول كده؟ الذين يقولون النساء إيه؟ تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني معناه أقصى حاجة أربع شهور. طب بعد أربع شهور لم يفيق ومصمم، راحت الزوجة وأهلها رفعوا قضية على الراجل. ده مش عايز يعيش معاها زوج معتاد، ده عايز كده يخليها كده معلق بيؤذيها. فالقاضي يقول للمولي اللي هو اللي حلف: توب الى الله وارجع عاشر زوجتك وعيش بالمعروف معاه. يقول له: لا انا مزاجي كده. يروح القاضي يطلق للضرر، وهنا بقى اكراه بحق، يبقى هنا اكراه بحق فيقع لو كان الاكراه بحق. واضح؟ كما قال جمع: إكراه القاضي للمولي بعد مدة الإلاء على الطلاق. ده مثال ليها. وشرط الإكراه اللي هو المكره لا يقع طلاقه بشرط، مش أي إكراه بقى، لازم قدرة المكره بكسر الراء على تحقيق ما هدد به المكره بفتحها، أو بولاية أو تغلب، وعجز المكره بفتح الراء عن دفع المكره بكسرها بهرب منه أو استغاثة بمن يخلصه أو تحرر ذلك وظنه أنه إن امتنع مما أكره عليه فعل ما خوفه به. ويحصل الإكراه بالتخويف بضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال ونحو ذلك. وإذا ظهر من المكره بفتح الراء قرينة اختيار بأن أكرهه شخص على طلاق ثلاث فطلق واحدة وقع الطلاق. بيكرهه بقى الإكراه الملجئ، يسموه الإكراه إيه؟ إكراه ملجئ. إكراه الملجئ يعني إيه؟ يعني قادر على إنه يحقق ما هدده به. ماسك مسدس وحطه بدماغه، مسدس محشي طلقات، وهو أصلاً راجل مجرم ومعروف إنه قتل قتل. يقول له: طلق مراتك الآن. فقال: هي طالق. خلاص لا يقع طلاق، واخد بالك؟ طب لو قال لها: طلق مراتك الآن ثلاث تطليقات، فقال: هي طالق مرة، وقع مرة. فاهم؟ لأن له شميمة اختيار، لسه له شميمة اختيار. لكن لو قال هي طالق ثلاثا لا يقع ولا مرة. فاهم؟ إكراه ملجئ أو مخوف، مش أي إكراه. يعني واحد مسك لك مسدس مية يقول لك: طلق مراتك، وتقول: أصله هددني، هي طالق. طاقة إيه مسدس مية؟ فيقع له. قال مرة واحدة التاني بيكرهه على الثلاث، فهو اختار واحدة، له نوع اختيار، فيقع مرة. فهمت؟ فبيقول هنا ايه: واذا ظهر من المكره بفتح الراء قرينة اختيار بان اكرهه شخص على طلاق ثلاث فطلق واحدة وقع الطلاق. واذا صدر تعليق الطلاق بصفة من مكلف ووجدت تلك الصفة في غير تكليف فان الطلاق المعلق بها يقع. يعني واحد قال لمراته وهو عاقل في كمال عقله كده: إذا لبست الفستان الفلاني تبقي طالق. جايبة فستان كده إيه مش أخلع، وهو مش عايز تلبسه قدام الرجال مثلا،
فقال لها على فكرة لو لبست الفستان ده قدام الرجالة تبقي طالب، قايل كده في كمال عقله. وبعدين مرت الأيام وأصيب بجنون، صار مجنونا أو فقد عقله فلبسته، وقع الطلاق. فهمت؟ يعني هو لما علقها على صفة كان في كامل اختياره، لكن لما وقعت هذه الصفة كان فاقد الأهلية، يقع الطلاق. فهمت الصورة؟ فهمت الصورة دي؟ فنقراها تاني عشان تفهم. وإذا صدر تعليق الطلاق بصفة من مكلف ووجدت تلك الصفة في غير تكليف، يعني وهو نايم مثلا راحت لابساه وخرجت ورجعت وهو نايم، ما هو نايم مش مكلف، فهمت؟ يبقى وقع الطلاق. فإن الطلاق المعلق بها يقع، والسكران ينفذ طلاقه كما سبق، اللي هو السكران بالتعدي، السكر اللي بالتعدي كده. ايه، خلصنا كلام الشارح والمصنف. نشوف كلام الشيخ البيجوري في هذه الفقرة، قال ايه، لانه اتكلم فيها كلام كتير. يقول: فصل في حكم طلاق الحر والعبد، اي من حيث العدد، فان الحر يملك 3 تطليقات والعبد 2، كما سيذكره المصنف، لا من حيث الصريح والكناية اللي هو ايه لما قلناها قبل كده، والقصد وعدمه ونحو ذلك، فإنه لا تخالف بين الحر والعبد بشيء من ذلك. وقول وغير ذلك، أي من صحة الاستثناء والتعليق وشرط المحل، وهو كونه قابلا للطلاق، المحل اللي هي الزوجة، محل الطلاق اللي هي ايه، الزوجة، فيشترك بأن المحل قابل للطلاق. فهمت؟ يعني ما يقولش للكلبة اللي مربيها انت طالق، المحل دي كلبة، مش ولا للحيوان اللي عنده، ولا للخادم اللي عنده، خادمة عنده يقول لها انت طالق، ما ينفعش لان دي مش محل، ولا الوحدة لم يتزوجها اصلا يقول لها انت طالق، او يقول للمرات جاره انت طالق. فهمت؟ زي ده جاره، هي دي مراتك. فهمت؟ فلازم يشترط في المحل ان يكون محلا للطلاق، واضح؟ وشرط المحل وهو كونه قابلا للطلاق، كما أشار إليه بقوله: ولا يقع الطلاق قبل النكاح، وشروط المطلق التي أشار إليه بقوله: وأربع لا يصح طلاقهم، كما سيأتي. يعني الأولى أن يقول لا يقع طلاقه. قوله: ويملك الزوج الحر، أي كامل الحرية، لأن من به رق ولو مبعضا لا يملك إلا 2، كما ستعرف. والمبعض اللي هو ايه، جزء منه حر وجزء منه رقيق، كان يكون عبد اشتريته انا وانت يخدمنا مثلا، فانا املكه يوم وانت تملكه يوم، لان احنا دافعين ثمنه بالمناصفه. فجاك مره من المرات، انا اتجوزت فمش محتاج حد يخدمني، فقلت له: يا ابني انت عتيق لوجه الله، واضح؟ فبقى العبد ده اسمه ايه، مبعض، بعضه حر وبعضه رقيق، يوم حر ويوم عبد عند فلان، ده اسمه مبعض، كويس؟ ده برضه لو كان متزوج لا يملك الا 2، لا ننظر الى ايه، بعضه الحر فنلحقه بالحر، لا، نغلب عليه العبوديه، واضح؟ لان من به رق ولو مبعضا لا يملك الا 2، كما ستعرف، وقد يملك 3 وهو رقيق. هيديك بقى امثله، متى يملك الرقيق 3؟ تملي بقى، ده شغل ايه، الامتحانات الشفوي، لان ده معروف خلاص ان العبد ولو في اي شميمه عبوديه مبعض، مدبر، واخد بالك، مكاتب، كل دول عبيد فيهم شميمه رق. 2، يقول لك: طب متى يملك الرقيق 3؟ هيدي لك الامثله النادره بقى، في شويه امثله نادره. وقد يملك 3 وهو رقيق، كذمي طلق زوجته 2 ثم التحق بدار الحرب. طب والذمي ماله مالنا؟ لأن الذميين في عصر أيام الشيخ البيجوري كانوا بيحكم بينهم في الأحكام الشخصية بإيه؟ بحكم المسلمين. كانوا هم راضيين بكده، برغبتهم. الكنيسة ما كانتش ليها تسلط عليهم زي دلوقتي. كانت إيه؟ كانوا عايشين مع المسلمين وبيحكم بيهم بأحكام المسلمين في الطلاق وفي المواريث وفي الأحوال الشخصية وفي المواريث كمان.
في كله اللي هي الاحوال الشخصيه، خدت بالك كلها. فهنا بيقول لك، بيديك مثال بقى، وهو رقيق له يملك الثالثه امتى؟ كذمي طلق زوجته طلقتين ثم التحق بدار الحرب، جه الذم ده سابنا وراح قعد عند اليهود، وبعدين جه حاربنا مع اليهود فاحنا اثرناه، فبقى رقيق عندنا، فهمت؟ بعد ما كان حر طلع زوجته مرتين صار رقيق بعد الحرب، ثم التحق بدار الحرب وحارب واسترق، فانه يملك علي الطلقه الثالثه لانها لم تحرم علي بالطلقتين، وطريان الرق لا يمنع الحل السابق. طريان الرق عليه لا يمنع الحل السابق، فليه ممكن وهو رقيق يرجع يتجوز مراته اللي كان مطلقها طلقتين، ويبقى في الحاله دي يملك عليها الطلقه الثالثه، واضح؟ فاذا اراد نكاحها باذن سيده حلت له على الاصح، يبقى في مقابل الاصح قال لك لا ده طرى عليه الرق واستهلكه ملوش اتجوزها، مقابل ايه؟ الاصح. يعني في وجهين المساله فيه، الاصح اللي عليه المعتمد ان هو له ان يتزوج مره، ويملك عليها الثالثه بخلاف ما لا بخلاف بقى امتى؟ ما لو طلقها طلقه واحده ثم استرق فانها تعود له بطلقه واحده، لانه رق قبل استيفاء عدد طلاق العبيد. يعني طلقها بقى وهو عبد، وكان طلقها مرة واحدة وهو حر، تتحسب المرة وهو حر والمرة وهو عبد، وطالما العبد ملوش إلا طلقتين يبقى خلص طلاقه معاه، فاهم؟ ما يعرفش بقى يرضاها إلا إذا تزوجت غيره. على أي حال دي أمثلة عشان تدرب فيك النواحي الفقهية فقط، لكن إيه ملهاش واقع الوقت. أيوه. لو حر طلق، عبد طلق طلقة واحدة، وبعدين تزوجها تاني وهو حر، خلاص هيبقى الاثنين لان تتحسب الاولانيه. لا لا، ما هو الحر ليه ثلاثه، يعني هو طلق وهو عبد، طلقها مره وبعدين تحرر وبعدين اتجوزها تاني، يبقى ليه طلقتين عشان في طلقه، لان حر هو ليه ثلاثه، فهمتني؟ ولو كانت أمة، أي لأن العبرة عندنا بالزوج، يعني الزوج الحر له ثلاث تطليقات على زوجته سواء هذه الزوجة حرة أو أمة، فهمت؟ لأن العبرة عندنا بالزوج، عندنا يعني في الطلاق بالزوج، لأنه المالك للعصمة، خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه. أبو حنيفة عنده لا، يعني لو المرأة أمة والزوج حر عليه طلقتين فيه، لازم عشان يبقى ليه ثلاثة لازم يبقى هو حر والزوجة حر. ده الإمام أبو حنيفة رأيك، خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه. ويدل لنا ما رواه، شوف الشافعية هو بيختلفوا مع أبو حنيفة، ولك رضي الله عنه مش يقول ضال مضل في النار، عشان نعرف بس أدب الخلاف. لكن دلوقتي الناس تختلف على أبسط الأمور حتى في نواحي سياسية بسيطة، ويكفروا كمان، يا ريت يا ريت يقول عليه ضال، ده ضال ده كمان حاجة خفيفة أكتر، أقل من الكفر. أما تقول عليه مبتدع أقل ما تقول عليه كافر، وإن كان كله يعني وحش. فعايزين نتعلم يعني الأدب. خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه، يعني الشافعية في كتابهم بيقولوا على أبو حنيفة إيه؟ رضي الله عنه. ويدل لنا ما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. قول ثلاث تطليقات ولا يحرم جمع الطلقات الثلاثة على المعتمد، يعني ممكن يجمع الثلاث طلقات في قاعدة واحدة على المعتمد ولا يحرم، مش حرام عليه، جاهز. قول: ويملك العبد علي تطليقتين فقط، أي دون الثالثة، لما روى الدارقطني مرفوعا طلاق العبد طلقتان، وقوله حرة كانت الزوجة أو أمى، لأن العبرة عندنا بالزوج لا بالزوجة كما مر. فرعا: لو طلق كل من الحر والعبد دون ما يملكه ثم راجع أو جدد عادت له بما بقي من الطلاق، وإن اتصلت بأزواج، وإذا استوفى ماله ثم جدد نكاحها بعد اتصالها بزوج آخر
عادت له بما يملك لأنها زوجة جديدة. واحد طلق زوجته طلقة واحدة وبعدين انقضت عدتها ما ردهاش، وراح يريد أن يتزوج مرة أخرى، فتزوج مرة أخرى، تجيله بطلقتين لأن محسوبة الأولانية. واضح؟ طب افرض تزوجت بعد الطلقة دي رجل، والرجل ده جه طلقها وراح يتجوزها، تزوجها وتجيله بطلقتين برضه محسوبة الطلقة الأولى. واضح؟ طيب لو طلقها ثلاثا ثم تزوجت رجل ثم طلقها وتزوجها زواج جديد تجيله بالثلاثة، يعني العداد قلم. فهمت بقى؟ يبتدي بقى من أول وجديد. واضح؟ لكن لو كان لسه ما استوفاش بقية تطليقاته فتجيله باللي فات. واضح؟ فهمت المسألة؟ ده فرع مهم تاخد بالك منه. قوله والمبعض والمكاتب والمدبر كالعبد. أنت عارف المبعض شرحته لك. طب والمكاتب اللي هو بيشتري نفسه من سيده بأقساط ولو عليه قسط واحد برضه يبقى كعبد. والمدبر لما واحد يقول للعبد بتاعه أنت حر دبر موتي. واخد بالك إزاي؟ أو بعد شهر رمضان القادم، دبر رمضان القادم، يبقى اسمه مدبر. أو بعد ما يستفتوا على الدستور اللي هم تفوا فيه وبعدين بيقولوا لنا إيه لازم تقبلوه. وأنتوا لو ما تفتوش فيه كنا قبلنا. لكن تفوا فيه. زي واحد يعمل لك طبخة حلوة كده جميلة وبعدين يروح تفت فيه ويقول لك كله. وأنت أصلاً بتحب الأكلة دي بس أنت تفت فيها هاكلها إزاي؟ فدي المصيبة اللي بيحصل. فاحنا عايزين الناس تتعامل بتأليف قلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلي كبراء الأقوام كلهم قاعدين معاه ويشاورهم ويرضيهم ويسترضيهم وبعدين ياخد القرار. ادي النبي كان يعمل كده، مش قهر وغلبة وعدم اهتمام بالمخالف. لا، ده النبي كان اي حد مخالف يجيبه تعال انت ايه اللي مزعلك ويريحه الاول بحيث لما يجي ياخد قرار الكل مبسوط. لكن فين سياسة النبي؟ وفي الآخر يدعوا إن هم ماشيين مع الإسلام. فربنا ينجينا وينجيهم ويهدينا ويهديهم. يبقى إيه لما يقول له أنت حر بعد الاستفتاء على الدستور أو بعد الاستقرار إيه اللي في مصر مثلا أو بعد انتخابات مجلس الشعب القادم؟ أو ده اسمه مدبر. يبقى قاعد العبد ده مستني فارغ الصبر ان يخلص انتخابات الشعب عشان يبقى حر. فهمت؟ اسمه ايه؟ مدبر. قول والمبعض لكن لو قال له انت حر لو كل الناس اجمعوا على حب الاخوان المسلمين يبقى ان شاء الله مش هيتحرر. صعبة بقى دي، هتبقى مشكلة بقى. ليه؟ لأن هم بينفروا الناس بطريقتهم وتعاليهم، هذه المشكلة. فلازم ينزلوا عن هذا التعالي ويراعوا الخلافات ويعرفوا أن هم الوقت بيتكلموا في السياسة مش بيتكلموا في الجماعة. كلام في السياسة غير الكلام في الجماعة. ولازم نسمع الرأي المخالف، دي المسألة. فلازم يعملوا كده. في نكتة كده مطلعينها سمعتوها على السياسة يعني. يقول لك واحد حتى على التسجيل ما ادريش زمن الحرية بقى. فبيقول لك يعني نكتة، هي نكتة يعني مجرد خيال، أصل المصريين دول عايشين في الخيال. عالم الخيال أصله عالم واسع، أوسع من عالم الواقع لعلمك. فبيقول لك إن محمد مرسي، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وجد مصباح صلاح الدين علاء الدين. عمل كده طلع العفريت. فقال له شبيك لبيك، اطلب اللي انت نفسك فيه كله. قال له والله انا عايز تعمل لي كوبري من مصر لامريكا عشان الناس تحس بان انا عملت لهم انجاز فوق الحلم. قال له بس ده صعب قوي. مفيش طلب تاني؟ قال له تخلي كل المصريين يحبوا الاخوان المسلمين. قال له انت عايزه رايح جاي ولا يعني الكوبري اسهل بقى. ربنا ينجينا يا سيدي.
شر البلية ما يضحك. قول والمباعد والمكاتب والمدبر كالعبد. لما كان موضوع العبد لغة من لم يتعلق به سبب من أسباب الحرية، احتاج الشارح لإلحاق المباعد والمكاتب والمدبر به، فاندفع قول بعضهم لا يخفى أن الأخيرين داخلان في العبد فإرادهما غير مستقيم. نعم، لو حمل الشارح العبد على من فيه رق لدخل المباعد ومن بعده ولم يحتاج للإلحاق الذي ذكره، لكنه حمله على المتبادر منه وهو كامل الرق الذي لم يتعلق به سبب من أسباب الحرية. فقول المحشي في تفسير العبد أي من به رق كما ذكره الشارح غير مناسب لما صنعه الشارح من إلحاق المذكورين بالعبد. دي مجرد كده إيه، مناوشات بين الشيخ البيجوري وبين البرماوي والإمام بن قاسم الغزي، يعني في تفاصيل الكلام. يعني قول ويصح الاستثناء هو لغة الإخراج واصطلاحا، يعني الاستثناء لغة هو الإخراج واصطلاحا الإخراج بإلا أو إحدى أخواته، إلا وغير، مش كده برضو؟ بإلا أو إحدى أخواتها. لما دخل في الكلام السابق مأخوذ من الثني وهو العطف، أي من التثني وهو الانعطاف، تقول ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض، أو تثنى الحبل أي انعطف بعضه على بعض. قوله في الطلاق أي إنما قيده به لأن الكلام فيه ولدفع التكرار مع ما ذكره في الإقرار، فلا ينافي أنه يجري في سائر العقود والحلول. يعني الاستثناء يصح بالشروط دي في أي عقد، سواء عقد زواج أو عقد بيع أو عقد يعني إقالة أو عقد وكالة أو أي عقد من العقود. كويس، يعني ممكن توكل واحد وتقول له وكلتك في كل شيء إلا كذا، ينفع الاستثناء فيها. أو تقول اشتريت منك هذا الشيء إلا هذا الجزء، ينفع الاستثناء في البيع والشراء. وكذلك يصح الاستثناء في الطلاق. فقال يعني أي في الطلاق، لأن احنا بنتكلم عن الطلاق، مش معناه أن الاستثناء لا يصح إلا في الطلاق بس، هذا يصح أيضا في سائر العقود بشروطه. يعني قوله إذا وصله به بأن لم يفصل بينهما كلام أجنبي ولو يسير أو سكوت زائد على سكتة التنفس. يعني يقول لها أنت طالق، وبعدين يقول لها الساعة كام؟ 8:45 إلا واحد، ما ينفعش الاستثناء ده. فهمت؟ لأنه فصلوا كلام أجنبي ولو يسير، لازم يبقى ورا بعض. واضح؟ ولو يسير، فإن لم يفصل بينهما كلام أجنبي ولو يسير أو سكوت زائد على سكتة التنفس والعي وانقطاع الصوت. العي اللي هو الواحد اللي هو يعني إيه، بيلجلج في الكلام، يعني هو أصلا ملجلج في الكلام، فالاستثناء يتأخر شوية عشان لجلجته، طبيعته كده يمشي خلاص لأن هي خلقته كده. وانقطاع الصوت، صوته اتبح فبلع ريقه وبعدين قال إلا كذا، يمشي ما يجراش حاجة. ومنه عروض نحو السعال اليسير بخلاف الطويل فإنه يضر، كما لو فصل بينهما الكلام الأجنبي أو السكوت المذكور. قوله أي وصل الزوج المستثنى بالمستثنى منه. تفسير للضمائر الثلاثة، هو بيقول إذا وصله به، إذا وصل الزوج الاستثناء، الهاء في وصله هي الاستثناء إلى برضه اللي هو المستثنى، به بالمستثنى منه. شوف فيها كم ضمير، في ضمير مستتر، في ضمير موصول مفعول به، واخد بالك، وفي ضمير تاني مجرور بالباء وصله به. فهو بيقول لك هنا بيحل لك الايه، معضله الثلاث ضمائر، اي وصل الزوج المستثنى بالمستثنى منه. تفسير للضمائر الثلاثه، فالزوج تفسير للضمير المستتر الذي هو الفاعل في وصله، والمستثنى تفسير للضمير البارز المنصوب اللي هي هاء وصله، ضمير بارز منصوب الذي هو المفعول، والمستثنى منه تفسير للضمير المجرور به. وقول اتصالا عرفيا أي منسوبا إلى العرف،
لكونه يعد في العرف كلاما واحدا، كما أشار إليه بقوله بأن يعد في العرف كلاما واحدا، فإنه تصوير للاتصال العرفي، واحترز بذلك عن الاتصال الحقيقي، فإنه ليس مرادا لأنه لا يضر الفصل بسكتة التنفس والعي وانقطاع الصوت، لأن ده اسمه إيه؟ اتصال حقيقي، ونحو ذلك كما مر. قول ويشترط أيضا، أي كما يشترط أن يصله به، ويشترط أيضا أن يقصد به رفع حكم اليمين، وأن يتلفظ به مسمعا به نفسه عند اعتدال سمعه ولا لغط، يعني ما فيش دوشة حواليه. فلو لم يقصد به رفع حكم اليمين أو لم يتلفظ به، يعني استثنف نفسه من غير لفظ، ما يقعش، لازم يستثنى بالتلفظ، ولازم التلفظ ده يسمع به نفسه، واخد بالك؟ مش شرط يسمع به الزوجة أو الحاضرين، مش شرط. ويشترط أيضا أن يقصد برفع الحكم عن المستثنى، ويشترط أيضا أن يقصد به رفع حكم اليمين، وأن يتلفظ به مسمعا به نفسه عند اعتدال سمعه ولا لغط. فلو لم يقصد به رفع حكم اليمين أو لم يتلفظ به أو لم يسمع به نفسه عند اعتدال سمعه ولا لغط، لم ينفعه الاستثناء، يعني لا يؤثر يعني. فجملة الشروط خمسة كما ذكره الخطيب الشيخ الخطيب اللي هو خطيب الشربين. الأول أن يصله به وقد ذكره المصنف، والثاني أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين، والثالث ألا يستغرق المستثنى المستثنى منه، زي ما قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، كده استغرق المستثنى كل المستثنى منه، وقد ذكرهما الشارح. والرابع أن يقصد به رفع حكم اليمين، والخامس أن يتلفظ به مسمعا به نفسه، وقد ذكرناهما لك. وأما إسماع غيره فليس شرطا لصحته، وإنما يعتبر لتصديقه فيه، لأنه لو ادعى الاستثناء وأنكرته الزوجة صدقت فتحلف على نفي، بخلاف ما لو أنكرت سماعها إياه فيصدق هو، لأنه لا يلزم من عدم سماعها إياه عدم إتيانه به، فلا أثر لإنكارها له. وزاد بعضهم على الشروط المذكورة معرفة معناه، وهو معلوم منها بطريق اللزوم، إذ يلزم من قصد رفع حكم اليمين به معرفة معناه. وزاد بعضهم أيضا عدم جمع المفرق في الاستغراق، والحق أنه ليس بشرط وإن اشترطه المحشي، بل هو حكم مستقل، وحاصله أنه لا يجمع المفرق في الاستغراق، لا في المستثنى ولا في المستثنى منه ولا فيهما. فمثال الأول المفرق في المستثنى، يعني أن يقول أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة، يعني شوف المستثنى هنا ثنتين وواحدة، يعني مفرقة، فهمت؟ فبيقول أنت طالق ثلاثا، ده المستثنى منه، جابوا حتة واحدة، إلا ثنتين وواحدة، جاب المستثنى هي مفرق، نعمل فيه إيه؟ فلا يجمع المفرق في المستثنى ليحصل الاستغراق، لأنه لو جاب اثنين وواحدة هيبقوا ثلاثة، هيلغوا، فما يجمعش المفرق في المستثنى ليحصل الاستغراق في الجميع، وكأنه قال أنت طالق ثلاثة إلا ثلاثة، بل يبقى على تفريقه فيصح استثناء الثنتين ويلغوا استثناء الواحدة فتقع واحدة. لما يقول أنت طالق ثلاثة إلا ثنتين وواحدة، نلغي الواحدة ونخصم الاثنين من الثلاثة، يبقى ايه؟ طلق الطلقة واحدة، واضح؟ ومثال الثاني ان يقول انت طالق ثنتين وواحدة الا واحدة، يعني فرق في الايه؟ بالمستثنى منه، وجمع المستثنى، فقال ايه؟ انت طالق ثنتين وواحدة الا واحدة، فلا يجمع المفرق في المستثنى منه لدفع الاستغراق في الواحدة، وكأنه قال انت طالق ثلاثا الا واحدة، بل يبقى على تفريقه فيلغو استثناء الواحدة من الواحدة ويقع الثلاث. أنت طالق، قال لها هنا أنت طالق إيه؟ ثنتين وواحدة إلا واحدة، يبقى في الحالة دي يقع ثلاثا فيلغو استثناء الواحدة من الواحدة، لأنه لو استثنى الواحدة من الواحدة استغرق الكل، فيلغو ويبقى الاستثناء كله ملغي، ويبقى ثنتين وواحدة يبقى طلقة ثلاثة، واضح؟
يعني هو بيقول انك انت لا يشترط انك انت تستغرق المستثنى بجزء من المستثنى منه او بكل المستثنى منه، بكل المستثنى منه ان كلته مجموع ولا بجزء ان كلته مفرق. فهمت؟ فهنا مش عايز يستثني من جزئه، لان ما يقول سنتين وواحدة الا واحدة، فلو استثنى الواحدة من الواحدة استغرقها، وهو مش عايز يبقى المستثنى يستغرق لكل المستثنى منه ولا جزءه ان فرقته، يبقى في الحالة دي يلغو وتبقى طلقة ثلاثة. على فكرة الحاجات دي ممكن يختلف فيها الاجتهاد، دي حاجات ممكن يختلف فيها. يجي لك قاضي تاني يقول لك لا، اما يقول سنتين وواحدة يعني ثلاثة الا واحدة، يبقى وقع ايه؟ اثنين طلقتي. يجي فقيه تاني يقول كده، فهمت؟ ممكن كده وممكن كده، يبقى دي امور قابلة للاجتهاد، يختلف فقيه نظرة فقيه لفقيه. اما الاشكال لما تروح هناك في دار الافتاء تسمع العجب العجاب، ده بتجيلهم كل يوم يجي 200-300 مسألة طلاق يوميا بصيغ غريبة الشكل غير متصور. الرجالة اتجننوا الظاهر في مصر. والله انا بقول لك ساعات يعني يهرجوا، فربنا ينجينا. وهي الامثله دي كلها على فكره العلماء كتبوها في كتابهم، لان عرضت عليهم، عرضت عليهم وهم قاعدين كده، يجي لهم واحد يقول انا قلت كذا، فيقوم يكتبها في الكتاب عشان يعلم الطلبه ازاي يحلها، واخد بالك؟ ومثال الثالث اللي هو مفرق في الاثنين، مفرق في المستثنى منه والمستثنى، ان يقول انت طالق واحده وواحده وواحده الا واحده وواحده وواحده. طب روح للشيخ بقى وخلي الشيخ يحلها، مشكله. فشوف بقى الشيخ هنا هيحلها لك ازاي. فلا يجمع المفرق فيهما، وكانه قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا، لانه هيبقى لا فائده لو جمع هنا وجمع هنا، كانه بيقول انت طالق ثلاثا الا ثلاثا، يبقى ما فيش فايده، واحنا قايلين اعمال الكلام اولى من الطالق، مش كده؟ لانه يقع الثلاث سواء بقي على تفريقه او جمع، ويظهر له لانه يقع الثلاث سواء بقي على تفريقه او جمع، ويظهر له فائده، فيما اذا قال انت طالق واحده وثنتين الا واحده وثنتين، فلا يجمع المفرق فيهما ليحصل الاستغراق في الجميع، بل يبقى على تفريق فيصح استثناء الواحدة من الثنتين، ويبقى اثنتان فيلغو استثناء الثنتين منهما فيقع اثنتان، وكما تعتبر. يعني ما يقول لا أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة، يقع ثلاثة. فهمتني بقى إزاي؟ زي كأنه بالضبط قال لا أنت طالق ثلاثة إلا ثلاثة، يقع ثلاثة. فهمت المسألة؟ يستغرق الشيء يعني يستهلكه كله. فهمت ازاي؟ استغرق الشيء يعني استهلكه كله. ومن الغرقان، الغرقان ايه؟ بيبقى استهلكه الماء كله، فغرق فيه، غطس فيه. وكما تعتبر الشروط مع تأخير المستثنى على المستثنى منه، تعتبر ايضا مع تقديمه عليه، كأن قال انت إلا واحدة طالق ثلاثة، كما تعتبر الشروط مع تأخير المستثنى إلا واحد. يعني بيقول لها قال أنت إلا واحدة طالق ثلاثة، قد مؤخر. بيلعبوا وتعبوا الفقهاء، الرجالة تعبت الفقهاء في المسألة. على فكرة هنا تقع الطلقة ثلاثة، واضح؟ لما يقول لها أنت إلا واحدة طالق ثلاثة، يقول له خلاص طلقت ثلاثة. قوله أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين، يصدق ذلك بأن ينويه أولها أو آخرها أو فيما بينهما. قوله ولا يكفي التلفظ به من غير نية الاستثناء، كان حق التفريع على مفهوم الشرط السابق، فإذا لم ينوي الاستثناء أصلا أو نواه بعد فراغ اليمين ضر، يعني لا يؤثر.
واضح؟ يعني ما نواش الاستثناء وقالوا، أو قالوا بعد ما فرغ من اليمين، يبقى ما لا تأثير له. ولو لم يعلم هل قصد الاستثناء أم لا ضرب، يعني لا يؤثر أيضا لأن الأصل عدمه. قول ويشترط أيضا، أي كما يشترط ما تقدم، عدم استغراق المستثنى منه، أي عدم استغراق المستثنى للمستثنى منه، فهو من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل. فإن استغرقه زي ثلاثا إلا ثلاثا كده لغاه يعني. فإن استغرقه أي استغرق المستثنى المستثنى منه بأن كان مساويا له أو زائدا عليه. فمثال الأول اللي هو المساوي له ما ذكره الشارح بقوله كأنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا. ومثال الثاني أنت طالق ثلاثا إلا خمسا وقع ثلاثا. والعبرة بالملفوظ لا بالمشروع، العبرة بالملفوظ لا بالمشروع. يعني قال لها أنت طالق 100 مرة، ده ملفوظ 100 لكن المشروع 3. فهمتني ازاي؟ لو قال لها أنت طالق 100 مرة طلقت منه بائنة بالثلاثة الأولانية وال 97 تأكيد. واضح؟ والعبرة بالملفوظ لا بالمشروع. فلو قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا وقع طلقتان فقط. يعني واحد قال لا أنت طالق خمسا والخمسة دي غير مشروع، إلا ثلاثا فناخد اللفظ ينفع يصح نحسم لأنه مش مستغرق، فلقينا يتبقى اتنين. فهمتني؟ يبقى وقع الطلقتين، وقع طلقتان فقط لعدم استغراق المستثنى للملفوظ. وإن استغرق العدد المشروع، وإن استغرق العدد المشروع. ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة، أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة، مفيش نصف طلقة، تبقى واحدة، تبقى النص طلقة دي تبقى واحدة. فهمت؟ أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة وقع الثلاث، لأنه لما استثنى نصف طلقة بقي نصفها فتكمل، لأن الطلقة لا تتبعض، فمتى بقي بعضها بقي كلها، وغلب جانب البقاء لاعتضاده بالاستمرار، بطل الاستثناء أي لاستغراقه لما يبقى مستغرق يعني. يعني لو كان استغرقه يبقى بطل الاستثناء أي الاستغراق، بأن المستغرق باطل بالإجماع كما قاله الإمام والآمدي. الإمام ما يقصد به الإمام ويبقى مين؟ إمام الحرمين والآمدي. فيقع الطلاق الثلاث ومحل بطلانه ما لم يتبعه باستثناء آخر، وإلا فيصح. فلو قال أنت طلق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة وقعت واحدة، وقال ولو قال أنت طالق، يعني قال لك ايه، فلو قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا بطل، واخد بالك، الا واحده ثبت بالواحده لان نفى الاولانيين واثبت واحده. فهمت ازاي؟ يعني الا ثلاثا دي نفت الاولانيه، وبعد جت بعد كده الا الثانيه بالاثبات يقع واحده. ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين وقع ثنتان، لأن الاستثناء من النفي إثبات. فهمت؟ وعكسه كما سبق في الإقرار. فالمعنى في الأول أنت طالق ثلاثا تقع، إلا ثلاثا لا تقع، إلا واحدة تقع، فتقع الواحدة. واضح؟ وفي الثاني أنت طالق ثلاثا تقع، إلا ثلاثا لا تقع، إلا ثنتين تقعان فيقع ثنتان. قوله ويصح تعليقه، نقف على التعليق ده المرة الجاية إن شاء الله.